أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم لبس الخاتم الحديد؟ وهل فيه حديث؟ وهل يقاس عليه الساعة التي من حديد؟ يباح لبس الخاتم من الحديد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم للذي أراد أن يتزوج المرأة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: التمس ولو خاتما من حديد. دل على إباحة الخاتم من الحديد والساعة من الحديد، لا بأس بذلك. نعم. بعض العلماء يقول يكره لأن الحديد حلية أهل النار، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: التمس ولو خاتما من حديد، فلو كان محرما لما أمره. نعم.